طبعا لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناه، تعملوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم. والنهارده هنعمل مع بعض طريقه حلوه جدا جدا للبانيه. يلا مع بعض نبدا في المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه انا معايا صدور الدجاج او صدر فرخه عندكم، وعايزين تقطعوه بانيه كده زي ما انتم شايفين. طبعا معايا بيضه على كوبايه لبن او حليب، معايا هاخد معلقه خل، معايا بقى البهارات او التوابل بتاعتنا، قرفه زنجبيل، ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه، ثوم باودر، بصل باودر، كزبره ناعمه، مكعب من المرق. من كل دولت معلقه صغيره على حسب الكميه اللي معاكوا. انا معايا نص كيلو من صدور الدجاج، تمام شايفين. هركن بقى كل حاجة على جنب، وهجيب البولة هفضي فيها اللبن والبيض والخل وكل البهارات بتاعتنا، وهقلبهم كويس جدا جدا، وهعصر عليهم نص ليمونة، نص ليمونة كاملة، تمام. واروح جايبة بقى قطعة الدجاج بتاعتنا، واروح منزلاها في الخلطة بتاعتنا او التتبيلة بتاعتنا. مش قادرة اقول لكم بقى ان التتبيلة دي فظيعة جدا جدا جدا. هغطيها بقى واركنها على جنب. عايزين بقى تحطوها في التلاجة عادي مفيش مشكلة، عايزين تركنوها على جنب. انا دخلتها التلاجة كده قد ساعة ترتاح. وبعدين جبت الفشتار للتغليف، وبدأت ان انا اغلف كده طبقة واحدة، مش هرجعها التتبيلة تاني، شايفين دي كل الكمية. هجيب بقى الوك بتاعنا في زيت كده يكون ابيض وما يكونش ليه ريحة، اختبره طبعا بحبة من البقسماط او الدقيق او اي حاجة، بلاش المية يا جماعة، خدوا بالكم من النقطة دي عشان لا قدر الله ما يحصلش حروق ولا اي حاجة. شايفين اول ما البانيه بيترفع معايا بطلعه، ما بفضلش اقلب فيه، عمال على بطال بحيث ان هو الطبقة بتاعته ما تتشلش. شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا انا قدمته مع مكرونة، عايزين تقدموه جنب بطاطس، شيبسي، اي حاجة. وطبعا ده الطبق كان معايا النهاردة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتكون طريقة شرح كويسة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شوفوا، اشوفكم بخير، باي باي.